السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. اي نعم مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ. نعم سمعنا شيخ كويس الحمد لله اسمعك. كنت بسالك يا شيخ على حاجه كده. سال. كان في يا شيخ واحد عندنا عرف بيلم فلوس كده وشغلها عرف، وكل شهر ليه نسبة، يعني كل واحد بيعطي فلوس فبيدي نسبة كل شهر يعني. وبعد فكنت عايز اعرف مثلا الفلوس هي حلال او حرام وكده يعني. إذا كان يعطيكم أموال نسبة تحت حساب إلى أن يصفي الربح آخر العام، ولكم أخذتم عليكم دفعتم لا بأس. كل شهر يا شيخ. أيوه بدلك كل شهر 1000 جنيه مثلا. في نهاية المدة نهاية السنة. يعني كل شهر يا شيخ مثلا 100,000 اللي هي مثلا 2000 أو 3 أو 2.5 كل شهر كده. إذا كان تحت حساب لا بأس، لأنه سيحسب في النهاية. إذا كان مقطوعا به لا يثبت، لأن التجارة لا تثبت أموالا. بس بيقول لك يعني ممكن تكون حرام يعني، فاحنا حابين نعرف. والله أنا أجبتك من عندي. السلام عليكم.